بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من اخر النهار. كل التحيه والتقدير بحييكم واهلا وسهلا. الحقيقه ان الحلقه النهارده فيها يعني قضايا مؤلمه في بعض مشاهدها، زي مثلا قضيه انه نواب في البرلمان المصري يحصلوا على تاشيرات مجانيه لتوزيعها على دوائرهم او للمقربين منهم او لاسرهم، ويروحوا يبيعوا هذه التأشيرات بمبالغ كبيرة جدا رغم أنها منحت إليهم بالمجان. يعني هو الراجل لأنه عضو في البرلمان، السفارة السعودية مشكورة بتوزع على البرلمان والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الصحفية عدد من التأشيرات لداخل كل مؤسسة. إذا كان في البرلمان يطلعوا ناس بالبرلمان، يطلعوا ناس من مساعدين البرلمانيين، تأشيرات مجانية في الإعلام أيضا كذلك بتتوزع تأشيرات مجانية، وكتير جدا من المؤسسات بتاخد من هذه الهدايا من سفارة المملكة العربية السعودية في تأشيرات الحج، وده للتسهيل على الناس، ويعني موقف بيبقى كويس جدا. نفاجأ بأنه مجموعة من البرلمانيين خدوا التأشيرات دي باعوها للمواطنين، بعضها باعها في محافظات أخرى غير المحافظات اللي تابع ليها، وصل السعر في بعض الأحيان ل50,000 جنيه و80,000 جنيه أو أكتر. ده يعني هذه المعلومة فجرها النائب مصطفى بكري، النائب والكاتب الصحفي الكبير مصطفى بكري، في مذكرة قدمها رسميا إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال. اسمحوا لي إن أنا أعرض المذكرة على الهوى واقرا لكم المذكره بالكامل. المذكره عندك يا محمود، اهي قدامكم، اعرضها على الشاشه. ده بخط ايد النائب مصطفى بكري، بيقول: السيد الاستاذ دكتور رئيس مجلس النواب، تحيه طيبه. وبعد: ترددت معلومات من خلال بعض اصحاب الشركات السياحيه التي حصلت على التاشيرات مخصصه للساده اعضاء مجلس النواب بقيامهم بشراء بعض هذه التاشيرات بقيمه 50,000 جنيه للتاشيره الواحده، ونظرا لخطورة ما يتردد وما يمكن أن يلحق بأعضاء المجلس من إساءة لسمعتهم، خاصة وأن أحدهم وهو السيد عماد الدين حسين شعبان صاحب شركة أموزس تحدث معي وطلب ضرورة فتح تحقيق في مجلس النواب للإدلاء بأقواله وتقديم الأدلة الكاملة التي تثبت تورط البعض، حيث حصل وحده على 90 تأشيرة من بعض النواب مقابل مبالغ مالية. ونظرا لخطورة هذه المعلومات ويمكن أن تعكسه على صورة البرلمان باعتباره صورة من أخطر صور الفساد تمس صورة البرلمان وأعضائه المنوط بهم التشريع والرقابة، لذلك أتقدم إليكم بهذا الطلب رجاء فتح تحقيق عاجل في هذه القضية الخطيرة، حفاظا على صورة المجلس وسمعة أعضائه، ولسيادتكم وافر الشكر. مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، 11/9/2017. الكلام ده شديد الخطورة، وهذا الخطاب الموجه من النائب مصطفى بكري إلى السيد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، يعني تم يعني في وقت متأخر جدا من مساء يوم أمس، نشرته جريدة اليوم السابع على موقعها، ويعني هذا الخطاب صار منتشر بعد كده، وضجت جروبات مجلس النواب بحوار ساخن جدا: مين باع التأشيرة؟ ازاي 90 تأشيرة؟ ازاي التأشيرات تبقى مجاني والنواب يبيعوها؟ مين هم النواب دول؟ صورة المجلس يعني اول من بادر الى يعني ان يطرح هذه القضية ويحاكم هؤلاء الاعضاء هو المجلس نفسه، وعدد كبير من الاعضاء الشرفاء داخل المجلس بدأوا يتكلموا على جروبات مجلس النواب انه ما ينفعش يا جماعة انه الناس تاخد التأشيرات بالمجان وتبيعها للمواطنين. دي قضية شديدة الخطورة في الحقيقة. ودلوقتي احنا امام سؤال: ماذا سيفعل مجلس النواب؟ معلوماتي يعني من داخل المجلس انه الدكتور علي عبد العال مستاء جدا، وفي توجه بانه تتشكل لجنة تحقيق في بيع تأشيرات الحج للمواطنين رغم انها تأشيرات مجانية. كيف يتربح النواب من او بعض النواب، خليني عشان في كتير جدا من النواب غاضبين على هذا القرار، كيف يتربح بعض النواب من هذه التأشيرات؟ ازاي يبيعوا بهذه المبالغ ب50,000 جنيه تأشيرة؟ ازاي شخص واحد واخد 90 تأشيرة
يعني بنتكلم في مبلغ ضخم جدا لما نضربه في 50,000 و90 تأشيرة من التأشيرات، لو قلنا ان كل نائب بيجي له 2 بيجي له 3 بيجي له 4، فاحنا بنتكلم عن عدد معتبر يعني 15 20 30 واحد ممكن يكونوا لا قدر الله يعني لو وصلوا للعدد ده هم باعوا التأشيرات لشركة السياحة. يعني النائب ياخد تأشيرة ببلاش ويبيعها للمواطنين بفلوس او يبيعها لشركة سياحة، والله اعلم ايه اللي بيحصل بعد كده. طبعا بالغ في اوساط يعني باقي الاعضاء من مجلس النواب وكلهم بيطالبوا بفتح التحقيق. لو راح يعني الشخص المشار اليه هنا من في جواب الاستاذ مصطفى بكري عماد الدين حسين صاحب شركة زاموسز او راموسز او اموزس لو بقراها صح، لو راح ومعاه البيانات وثبت ان النواب دول باعوا التأشيرات فعلا، دي هتبقى الحقيقة مأساة كبرى، يعني مأساة خطيرة، ويعني بعتقد انها بتكرر مرة اخرى يعني ظواهر من الظواهر السلبية اللي كدنا ان ننساها، زي بقى نواب القروض ونواب العلاج على نفقة الدولة، ويكون في بعض النواب مش مقدرين في الحقيقة يعني حجم التحدي اللي موجودة في البلد في هذا التوقيت، مش مقدرين كل اللي بيحصل في دوائر الأجهزة الرقابية في كشف الفساد اللي موجود في البلد. للأسف يتورطهم في فعل يعني متهيألي فعل رخيص انك تاخد تأشيرة بالمجان وتبيعها. انتوا بتشوفوا الكل يعني مثلا عندنا في مؤسسات الإعلام نقابة الصحفيين بتعلن عن التأشيرات تفتح عليها قرعة وتتوزع بالمجان، المؤسسات الصحفية كذلك بتفتح قرعة وتتوزع بالمجان. ازاي يعني جرؤوا على ان هم يبيعوا التأشيرات بهذا الرخص؟ يعني فيها رخص الحقيقة، اللي هو خد كيكاية راح بيعها على طول وبطريقة رخيصة، رغم ان هو كان المفترض انه اما يديها من ابناء دايرته من المحتاجين، يساعد بيها حد، واحدة ست غلبانة من الستات اللي ممكن يكونوا ما دخلوش في القرعة فيديها للتأشيرة. يعني معمولة كمان المجلس بيوزعها على اساس النواب يجاملوا بيها حتى ناس محتاجين هذه التأشيرات، مش يبيعوها لشركات سياحة. طبعا القضية خطيرة جدا ومتفاعلة. الدكتور علي عبد العال غاضب جدا جدا زي ما قال لي من شوية الأستاذ مصطفى بكري، ومصمم على أنه يفتح لجنة تحقيق ويستدعى فيها عماد الدين حسين رئيس هذه الشركة اللي قال الأستاذ مصطفى بكري هذه المعلومات، ونعرف بقى رسميا مين النواب اللي عملوا كده، ونترقب ما الذي سيقوم به مجلس النواب في هذا الصدد، لأن دي قضية في الحقيقة خطيرة ولا ينبغي أن يسمح بها. يعني مش عشان أنت نائب وخدت حتة فتروح تبيع هذه الحتة. احنا عندنا نماذج من نواب مستهجنة، النائب اللي بيجمع من أكتر من اللي كان موظف في الشركة، وانتوا عارفين هيثم الحريري وبعدين راح ساب الشركة دي وراح أيف لنفسه وضع في شركة أخرى قطاع خاص، من قطاع خاص لقطاع عام علشان خاطر يحافظ على مرتبه. كل دي صور من الصور الحقيقة المقيتة اللي احنا بنشوفه. شعارات قبل كده النائبة اللي راحت كتبت على صفحتها في الفيسبوك كلام على الزبالة وإقالة المحافظ لأن المحافظ مش عارف ما وافق لهاش على إيه، راحت رايحة في وسط دمياط وراحت رمية الزبالة في الشارع وراحت مصورة نفسها وكاتبة البوست والأهالي فضحوها. لا يا جماعة، هذه الصورة لبعض النواب تسيء لجمهور أعضاء المجلس، والمجلس مؤسسة دستورية موقرة بتبذل جهد كبير جدا، لا نريد لهذا المجلس أن يصيبه هذا العوار، وعليه أن يطهر نفسه بنفسه، وهذا ما نثق فيه. مصطفى بكري هذا بيان خطير، هذا خطاب خطير، بنشكرك على تفجير هذه القضية. وإحنا كنا ناشرين النهاردة على فكرة برنت سكرين من جروبات النواب في اليوم السابع، شفت الحقيقة النواب بيتكلموا ازاي على الجروب. لا، النواب اغلبهم يعني كل اللي اتكلم في الحقيقة على الجروب ده مستائين جدا جدا، بيطالبوا بتحقيق، عايزين يعرفوا مين النواب اللي تورطوا في بيع التأشيرات. خليني اقول لك على الصعيد الاخر يعني حاجة، يعني الحقيقة كنت متردد اقولها، لانه في مثلا بعض النواب الموقرين من الأقباط داخل مجلس النواب ممكن يصيبه الدور في أنه ياخد التأشيرات. طب النائب القبطي ده، شوف بقى الفرق. يعني أعرف
شخص موقر، يعني اعتذر عن ذكر اسمه لاني ما استاذنتوش، نائب من النواب الافاضل وهو نائب قبطي، خد هذه التاشيرات واهداها لصديق له مسلم كان يرغب في الحج ولم يستطع الحصول على التاشيره. وده الحقيقه يعني حصل في مشهد امام عيني انا، شفته بنفسي، لنا احد نواب الاقباط الحقيقه اللي اهدى هذه التاشيرات لشخص كان يعني يحلم، يعني قلبه يهفو الى بيت الله الحرام ولم يتمكن للاسف الشديد من الحصول على التاشيره، فاهدى هذا النائب القبطي هذه التاشيرات مجانا. شوف انت بقى، واحد واخد التاشيرات ومقدر قيمتها ومقدر رسالتها، واحد تاني ياخد التاشيرات دي يبيعها للناس بفلوس بهذا الكم الهائل من الفلوس، يعني حرام.